بعد سقوط بغداد حاضرة الدنيا وعاصمة الخلافة آنذاك وتدمير البلاد وقتل العباد ودهس الخليفة تحت الجياد بيد المغولي الحاقد هولاكو حفيد جنكيز خان الذي أرسل رسالة إلى ملك مصر المظفر قطز يهدده بتسليم البلاد وأمر العباد وإلا ستكون العواقب كما حل في بغداد. نص الرسالة: من ملك الملوك شرقا وغربا الخاقان الأعظم، باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء، يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم يتنعمون بأنعامه ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك. يعلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حولها من الأعمال أن نحن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه، فلكم بجميع البلاد معتبر وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغيركم وأسلموا لنا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ، فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى، وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد وقتلنا معظم العباد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فأي أرض تأويكم وأي طريق تنجيكم وأي بلاد تحميكم؟ فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص، فخيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، فالحصون لدينا لا تمنع والعساكر لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع، فإنكم أكلتم الحرام ولا تعفون عند كلام، وخنتم العهود والأيمان وفشى فيكم العقوق والعصيان، فأبشروا بالمذلة والهوان، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فمن طلب حربنا ندم ومن قصد أماننا سلم، فإن أنتم لشرطنا وأمرنا أطعتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن خالفتم هلكتم، فلا تهلكوا نفوسكم بأيديكم، فقد حذر من أنذر، وقد ثبت عندكم أن نحن الكفرة، وقد ثبت عندنا أنكم الفجرة، وقد سلطنا عليكم من له الأمور المقدرة والأحكام المدبرة، فكثيركم عندنا قليل وعزيزكم عندنا ذليل، وبغير الأهنة لملوككم عندنا سبيل، فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب قبل أن تضرم الحرب نارها وترمي نحوكم شرارها، فلا تجدون منا جاها ولا عزا ولا كافيا ولا حرزا، وتدهون منا بأعظم داهية، وتصبح بلادكم منكم خالية وعلى عروشها خاوية، فقد أنصفنا إذا راسلناكم وأيقظناكم إذ حذرناكم، فما بقي لنا مقصد سواكم، والسلام علينا وعليكم وعلى من أطاع الهدى وخشي عواقب الردى وأطاع الملك الأعلى. ألا قل لمصر ها هلاون قد أتى بحد سيوف تنتضى وبواتر، يصير أعز القوم منا أذلة ويلحق أطفالا لهم بالأكابر. في الفيديو القادم سنعرض لكم رد الملك المظفر قطز على رسالة هولاكو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، ويكيتيوب الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.